أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا. استوديو الجزائر مستمر معكم لهذه الأمسية. طبعا موضوعنا الثاني يتعلق بأسعار النفط في الأسواق العالمية. لأول مرة منذ 8 سنوات تقريبا، أو منذ يعني سنوات الانخفاض الكبير في أسعار المحروقات، بدأت منذ سنة 2014، ثم مع مرور السنوات بقيت الأمور منخفضة، لكن في الأسابيع الماضية ارتفاع فوق عتبة 90 دولارا، وصلت حتى إلى 93 دولار للبرميل في تعاملات الجمعة. سنحاول مشاهدينا الكرام أن نطرح الأسئلة: ما هي الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات؟ ما هي العوامل؟ طبعا بحسب القراءات عوامل جيوسياسية، توترات سياسية وحتى عسكرية، مثل ما هو حاصل في شرق أوروبا بين أوكرانيا وروسيا، وحتى في منطقة الشرق الأوسط ربما العمليات العسكرية بين التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، وردود فعل جماعة الحوثي من اليمن واستهدافها لعديد المناطق في الإمارات وفي المملكة العربية السعودية، ومجموعة من المخاوف التي تراكمت ثم أدت إلى هذا الارتفاع في الأسعار، إضافة إلى ظروف جوية، انخفاض شديد في درجات الحرارة خصوصا في مناطق واسعة من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أسباب اقتصادية. العالم بدأ يخرج تدريجيا أو بصورة أكثر وضوحا من أزمة كورونا، وبدأت شهيته للمحروقات تزيد يوما بعد يوم وأسبوعا بعد آخر، وهذا مما جعل الطلب يرتفع مقارنة بما هو معروض. طبعا هذه قراءات سنحاول أن نحللها، وسنحاول أن نرجح ربما التعليق على الآخر، رفقة الدكتور عبد الرحمن عيا أستاذ اقتصاد الذي ينضم إلينا عبر سكايب. مساء الخير دكتور عيا. مساء الخير لك أخي الكريم ولمشاهدي قناة البلاد. أهلا دكتور عيا. إذا السؤال المطروح، الحمد لله أسعار المحروقات ترتفع في بالنسبة إلينا كجزائريين، يعني لما نقرأ الأخبار التي تأتينا من بعض الدول العربية التي هي مستهلكة للمحروقات أو حتى من الدول الغربية، يعني تتحدث حول هذا الارتفاع بتأسف، لكن بالنسبة نحن في الجزائر الأمر يفيدنا، حتى لا نقول أننا نستفيد ربما من هذه الأزمات، لكن الأمر مفيد لنا اقتصاديا بخصوص أسعار المحروقات. سؤال ربما بين الأسباب السياسية جيوسياسية وحتى العسكرية، والأسباب الطبيعية والأسباب الاقتصادية، أيهما الأرجح؟ في البداية دعني أقول لك بأنه يعني نحمد الله سبحانه وتعالى على ارتفاع الأسعار، ولكن كان علينا يعني أن نساير هذا الارتفاع بمستوى من الكميات. حاليا الكميات المباعة في الجزائر وحسب آخر تقرير لشركة سوناطراك لا يرقى إلى تلك المستويات التي كان عليها سنة 2012 و2013 و2014، حتى نأمل للحصيلة البترولية سواء بالعملة الصعبة أو تلك التي تمول النفقات العمومية بوصفها جباية بترولية، يعني أن تصل إلى مستوى ما وصلت إليه سابقا ونعود إلى البحبوحة أو على الأقل شبه البحبوحة، ويعني نستمر في تمويل العمليات الاقتصادية، لأننا للأسف الشديد عجزنا على أن نخلق اقتصاد بديل لاقتصاد المحروقات، بالرغم من أن هناك إرادة سياسية معبر عنها من قبل خاصة سيد رئيس الجمهورية، ولكن على المستوى العملي هناك دعنا نقول عراقيل إدارية، ويعني عدم تطوير بعض القطاعات حتى ننتقل إلى الاقتصاد المتنوع، وبالتالي فالأسعار المرتفعة اليوم في ظل عدم قدرة الاقتصاد الوطني أو عدم قدرة الإنتاج من البترول والغاز على مواكبة هذا الارتفاع في الأسعار قد لا يعني يشفي دعنا نقول حاجياتنا بوصفنا يعني متتبعين للشؤون الاقتصادية الجزائرية خاصة في جانبها المالي الذي يمر حاليا بوضعية مالية صعبة.
بعودة إلى سؤالك، علينا أن نوضح مجموعة من النقاط. نحن نقول دائماً بأن سعر البترول لا يتحدد بناءً على محددات اقتصادية التي هي العرض والطلب أو ارتفاع معدلات النمو أو إلى غير ذلك، ولكن هناك متغيرات أخرى، وهناك البعد الجيوسياسي الذي اليوم يكون يعني له الدور الكبير في ارتفاع الأسعار. نحن ندرك جيدا بأن هناك ما يعرف من الناحية الاقتصادية بالسلع البديلة، ونحن ندرك بأن البترول والغاز هما سلعتان بديلتان، وبالتالي فاليوم سوق الغاز يشهد حركية ويشهد نوع من دعنا نقول البعد الاستراتيجي وصراع القوى الكبرى التي هي دول منتجة كبيرة على خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا للسيطرة على أسواق الغاز، لأنه مستقبل الطاقة الأحفورية حاليا سينتقل من البترول إلى الغاز. وبالتالي فأعتقد بأنه دوافع الجيوسياسية وصراع دعنا نقول الأوروبي الأمريكي مقابل الروسي والصيني في الخفاء هو الذي دفع بالأسعار إلى الارتفاع، من مخاوف يعني نشوب دعنا نقول نزاع سياسي وتحوله إلى صراع عسكري. صحيح صحيح دكتور، لأنه ربما النقاشات التي تجري حاليا بخصوص الأزمات، خصوصا الأزمة حاليا في أوكرانيا وهذا الغموض ربما الذي يلف الأحداث، إذا ما كانت روسيا ستشرع في هجومها الذي يرتقبه الغرب، أم أنه هذا مجرد تصعيد إعلامي فقط أو استعراضي فقط، هذا مرتبط بالسياسة، والسياسة عندها ارتباطات أيضا بالمحروقات، خصوصا وأنه من أهم المخاوف التي بدأت ربما حتى قبل أسابيع تساءلت أوروبا، هل سيكون ربما أنبوب الغاز نورد ستريم 1 و2 سيبقى شغال، أم أن موسكو ستضطر يعني كعقوبات روسية ضد الغرب الذي يلومها على خطواتها العسكرية ضد أوكرانيا في الفترة المقبلة. الآن ربما دكتور، هل هذا ربما هذا الجدل أو هذا الغموض أو هذه العسكرة بدون تنفيذها على أرض الواقع يفيد في تكوين نفسية اقتصادية عالمية تشجع أو تؤدي إلى الخوف، والخوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار؟ ممتاز، فعلا هذا ما كنت يعني اشرحه، قلت بأن نقص الامداد الذي قد يكون نتيجة لحدوث يعني صراع مباشر بين القوى الكبرى، وهذا ما لا أعتقد أنه يقع، لأنه تاريخيا نشهد بأن هذه الصراعات لن تتحول مباشرة إلى صراعات مسلحة، قد تتحول إلى صراع بالوكالة، وهو يعني لديه تفسير آخر. ولكن حاليا ما هو موجود هو أن هناك صراع على التحكم في سوق الغاز، هذا هو الأصل. البترول هو سلعة بديلة للغاز أو سلعة مكملة أو سلعة أخت الغاز، لأنه حتى من الناحية الهيدروكربونية هما سلعتان لديهما نفس التركيبة. يعني دكتور، ما دام أن الموضوع مركز على الغاز، هذا مليح لنا كجزائريين، مليح لنا، ولكن نحن شوف أنت تسألني أحيانا على المستوى الدولي وأحيانا أخرى على المستوى الوطني. على المستوى الدولي قلت لك بأن هناك صراع على التحكم في سوق الغاز، هذا ما يحدث حاليا، والأنبوب الذي يمد أوروبا بالغاز لن يتوقف، لأنه ليس لا من صالح روسيا ولا من صالح الاتحاد الأوروبي أن يتوقف هذا الأنبوب، لأنه روسيا تود أن تثبت بأنها قوية من حيث الإمداد، وأوروبا تحتاج إلى الغاز على الأقل لحماية القدرة الشرائية، خاصة اليوم هناك صراع كبير في فرنسا بمناسبة الرئاسيات، وهناك تضخم، وبالتالي فمن بين أهم أسباب ارتفاع التضخم هو ارتفاع مواد الطاقوية، وبالتالي فالإمداد هنا ضروري حتى لا تكون هناك ارتفاع مستويات التضخم، وحتى تسير العمليات السياسية في ألمانيا وفي فرنسا وفي بريطانيا بشكل سلس. وبالتالي فهذا ما يحدث حاليا، لديه دعنا نقول كما يطلق عليه إخواننا السياسيين مرحلة كسر العظام، ولن يكون هناك في اعتقاد الخاص يعني تصادم مباشر حاليا. بالعودة إلى الوطن، ما دام أنت تسألني هكذا وهكذا، قلت لك إشكاليتنا حاليا هو نقص الإنتاج. ما قدمته سوناتراك حاليا من تقارير، وهو موجود على مستوى مختلف وسائل الإعلام، وهو تقرير يعني سنوي، يؤكد على أنه الإنتاج يتراجع 185
مليون طن برميل مكافئ، هذا تراجع كبير تقدر تقول حتى بنسبة 40%. والتراجع أسبابه متعددة، من بينه عدم استمرار شركة سوناتراك في الاستثمارات بنفس يعني المبالغ التي كانت تستثمرها في 2012 و2013، وبالتالي أيضا دعنا نقول لا توجد هناك يعني شراكة حقيقية، بحيث أنه شاهدنا فقط شراكة مع شركة أو شركتين يعني مع شركة سوناتراك، وعلما أنه أيضا هناك تراجع كبير والشركات كبيرة خسرت يعني على غير إكسون شوفرون وخسرت 2020 خسائر فادحة، ولكن بالرغم من ذلك اليوم تسترجع أنفاسها، وبالتالي فهذه الشركات اليوم هي دعنا نقول تعيد ترتيب بيتها الداخلي. وللأسف الشديد ليس الجزائر أو حقول الجزائر ليست من أولويات بيتها الداخلي. نعم خلينا ربما دكتور بخصوص ربما، لكن في قضية أنه أسعار النفط تجر خلفها أسعار الغاز، يعني المعادلة ما دام أنه النفط هو سلعة بديلة للغاز، هذا أيضا سيعطي ربما نفس جديد لأسعار الغاز، تتصور هذا؟ نعم، ولكن إشكاليتنا أننا نبيع الغاز أغلبه ما يعرف بالغاز دوك، يعني الغاز الذي يسير عبر الأنابيب، والغاز الذي يسير عبر الأنابيب يعني يباع وفق أسعار تعاقدية، يعني نتعاقد على سعر، ويمكن هناك ما يعرف بالأفورشات يعني هامش تحرك، ولكن ليس كما نبيع الغاز المميع الذي يباع في الأسواق الفورية في السبوت. إذا كنا، وهو ما قاله الرئيس، ولكن شركة سوناتراك لا تستجيب لهذه الأمور التي يعني يتكلم عليها الرئيس في كل مرة. لو كان نبيعه في الغاز المميع، وقلنا العالم كله يدرك بأنه الجزائر الرائدة في صناعة الغاز المميع، نبيع الغاز المميع في السبوت نكسب يعني أموال كبيرة، نحتاج فقط للأمانة إلى وسطاء. نحن في السابق كنا يعني ليست لدينا قدرات جزائرية في الوساطة، كنا نستعين بالشركة التي نتعامل معها أو بيعني دعنا نقول ما يعرف بليكورتي، وهما يعني يبحثون على مصالحهم أكثر من مصالح يعني المصلحة العامة. إذا كوننا وسطاء في العمليات البورصة المتعلقة بالبيع والبترول والغاز، وهو ما أناشد به الحكومة والتمس حتى من السيد الرئيس، سيكون لدينا يعني آفاق واعدة في مستقبل الغاز والبترول، لأن الغاز والبترول هما حاليا السلعتان اللتان يعني يتم استخدامها كمصدر أساسي لإنتاج مختلف أنواع الطاقة، ومشاريع الطاقة المتجددة يعني للأسف شديد لم تصل إلى المستويات التي قبلت، وحتى هناك دول كبرى على غير الصين والهند يعني أفشلت اجتماع جلاسكو والآخر بسبب أنها يعني رفضت أن يعني تستجيب لمسألة تخفيض انبعاثات التي تأتي عن تلاقى من مصادر الطاقة الفورية. بالتالي فاليوم لو سمحت فقط، المستقبل هو في الغاز، لأن الغاز هو أنظف من البترول تسويقيا، ولكن هذا عمليا هناك من يقول العكس. وبالتالي فنحن دولة غازية، لدينا الغاز العادي والغاز الصخري، لدينا إمكانيات بشرية نحتاج إلى استثمارات وإلى شراكات. نعم دكتور، خلينا الآن خلينا نقول الطاقة الآن، ما دام نتحدث حول الاقتصاد بصورة عامة، خلينا نخلوها كلمة الطاقة حتى تشمل على الغاز والنفط وما إلى ذلك. الطاقة اليوم في فترة ما بعد التعافي من فيروس كورونا، ودائما ما نقول فترة التعافي ما بين بعد فيروس كورونا نضعها بين قوسين، لأن هذا المتحورات والتغيرات لم تعد مؤتمنة طبعا، يعني عن تجربة الآن نتحدث عن افتراضات يعني للأطباء. الآن دكتور، بداية هذا الانفراج أو بداية الانتعاش، والانتعاش يجذب معه شهية للطاقة وللتزود بالطاقة، تتصور أنه في الفترة المقبلة الأسعار راح ترتفع؟ الأقل نشوفه فوق 100 دولار للبرميل حسب ما قال كثير من المراقبين، تصل الأسعار إلى 120 دولار للبرميل. أنا أتوقع ذلك صراحة، وهو ما جميل جدا، لأنه ربما منذ شهور كنت دائما أحاول أن أطرح عليك هذا السؤال بحماسة حتى ربما تطمئن، كنت تقول لي أنا متحفظ، اليوم جميل أن نشوفك تعطينا هذا الرقم. أنا كنت تسألني فوق المئة، أنا كنت أقول بأن الأسعار عادي. شوف هنا التاريخ يعيد نفسه، في البترول في 2008 وصل 147 دولار،
ثم انخفض إلى 37 دولار في يعني السداسي الأول من 2009، ثم بعد ذلك ارتفع إلى مستويات 2011-2012 عند 110. اليوم البترول كينخفض يعاود يطلع، هذا معروف، لأنه البترول لا يتحدد نتيجة البيع والشراء، هناك متغيرات جيوسياسية، وأنا يعني أيضا سأقول لك بأن هناك متغيرات مضاربية، يعني الناس اللي تشري صفقات البترول ما يعرف بالبرميل الورقي، تشري ما عندها لا مخزن لا والو، غير بكوستيم يشري من البورصة ويبيع، يشري صفقة بترول ويعاود يبيعها. هذا أيضا اليوم وجد ضالته في أسواق البترول، لأنه هؤلاء الناس وين كانوا؟ كانوا يضاربوا في العملات الرقمية، كي شافوا العملات الرقمية يعني التقلبات تاعها كبيرة جابوا رؤوس أموالهم ويستفيدوا اليوم من هذه الديناميكية الموجودة. فسعر البترول هو سعر، على بالك علي، هناك آلية مدنية المسؤولين يفهموها، كاين شركات بترولية على المستوى البيع والشراء تاعها العادي تخسر، لكن على مستوى سوق المال تربح، يعني تروح تسوق لنفسها وبالتالي فتضارب بالأسواق، تشري الصفقات تعاود تبيعها تربح، وبالتالي فأرباح البترولية خاصة للبنوك التي تستثمر جولدن ساكس، جي بي أمريكا، المهم هؤلاء البنوك اللي تستثمر في أسواق في البترول، هؤلاء الأرباح تاعهم تأتي عن طريق المعلومات أو الشكوك التي تصل إلى الأسواق، والأسواق فيها حساسية كبيرة، عندما يكون يعني أي مشكلة جيوسياسية تتحرك الأسواق بسرعة. على ذكر دكتور، على ذكر جولدمان ساكس، يعني هذا البنك الشهير، قال لك إنه دول منظمة أوبك منتظر منها أن تتحرك، تحدثت عن أوبك وأوبك بلاس طبعا مضافة لها دول كبرى على غرار روسيا طبعا، إلى أي مدى يمكن هذه الدول أنها تؤثر على أسعار المحروقات وفق هذه المتغيرات؟ شوف، تأثير أوبك بدون أوبك بلاس هو ليس كبير جدا، دعنا نقول نقدر نقول لك 40%، وأقول لك أنه 20% السعودية أو يعني حلفاء السعودية من دول الخليج، طبعا هذا شيء عادي في العلاقات الاقتصادية الدولية، نحن نتكلم بصورة نوعا ما براغماتية، وبالتالي فالسعودية أحيانا تلعب تميل احيانا الى امريكا، ما نش عارفين هل ميل استراتيجي او لديه بعد، ما نش عارفين كيف، ولكن احيانا تميل الى الولايات المتحده الامريكيه واحيانا تتفق مع روسيا، ولكن المستفيد الحقيقي او صانع السر الحقيقي هما ثلاث دول: الولايات المتحده الامريكيه بوصفها اكبر مستهلك، اكبر منتج، اكبر مستورد، وحاليا تراجع تصديرها، والثانية هي الروس، والثالثة العربية السعودية. الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم أيضا في أسعار البترول عن طريق الدولار، لأن الدولار هو الذي يسعر به البترول، فقد تخفض من الدولار ويحدث عملية عكسية، وبالتالي فدولتين من هذه الثلاث دول هي موجودة ضمن أوبك بلاس، وبالتالي فما يحدث حاليا في أوبك بلاس دعنا نقول ليس هدفه يعني أن يحصل الجميع على أرباح. دكتور عيا، سؤال أخير، سؤال أخير من فضلك، في مفاوضات فيينا المرتبطة بال ملف النووي الإيراني هناك حديث أنه ربما ممكن جدا يتم تجميد العقوبات على إيران، حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية قبل يوم أو الليلة الماضية على ما أعتقد. هذا كيف سيكون تأثيره؟ ستكون كميات ضخمة من النفط الإيراني ستعود إلى الأسواق، هل هذا ربما سوف يؤثر على السوق باختصار فقط؟ ممتاز ممتاز، سأجيبك. أولا فرض أنه إيران ستضخ كميتها لها في حدود 4 ملايين برميل، ولكن هذا ليس بالسهل، إعادة إنتاج بترول ماهوش كما نصوروها افتح الروبين ويسير، يعني هناك عملية استثمارية وتجديد وتعاود تنقي ليزيكيب وصيانة، ماهوش ماناش في ليكيد يعني في سائل حيوي كما الماء، هناك استثمارات ووقت. واحدة، اثنين، 4 مليون برميل تاع إيران
ما ليس لديها التأثير الكبير، لأنه حاليا للأمانة هناك حوالي 6 ملايين برميل منسحبة من السوق، لأنه الأصل كان الاتفاق في أبريل 2020 على تخفيض 10 مليون برميل، وبالتالي فما عادت إليه أوبك بلس هو ليس 10 مليون برميل على ريغور، يعني في كل الأحوال 4 مليون برميل، أصلا كاين 6 مليون برميل ما كانش، لازم تعاود تجيب. الأمر الثالث، قلنا بأنه ارتفاع الأسعار ل 320 ليس سببه الطلب والعرض، سببه ما يحدث حاليا من تأثيرات جيوسياسية، وسببه المضاربة على البرميل الورقي أو عقود النفط الصفقات. في الأخير فقط، ما يقوله جولدن ساكس أو ما يقوله البنوك المستثمرة أو المستثمرون بصفة عامة، خاصة الذين يتداولون على مستوى السوق، هو من أجل التأثير على سلوك المستثمرين، هم من يقومون بالحرب النفسية، خلق استفزاز في الأسواق حتى يحققوا أرباح من وراء ذلك. طبعا معقد جدا 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 سوق النفط، تبدأ في برميل وتذهب إلى جميع البراميل السياسية والاقتصادية والأمنية والنفسية نشكرك جزيل الشكر. غير ممتع. أشكرك جزيل الشكر، وأعرف جيدا أنك ملم جدا بهذا الموضوع، وأنه أطروحة الدكتوراه تاعك كانت حول هذا الموضوع، لذلك الحديث معك حوله مفيد جدا. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الرحمن عيا أستاذ الاقتصاد، شكرا جزيل الشكر. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعة في حلقة اليوم بجزئيها. سلام الله عليكم.